على مظاهرة سلمية باليوم ذكرى الثورة السورية السامية لنأكد على مطالبنا بإسقاط النظام ولنأكد انه ثورتنا ما زالت سلمية. عشر ايام كنا عم نجهز لهذا اليوم ذكرى انطلاق الثورة، عم نجهز اللافتات، عم ننحت على الفلين، عم نرسم صورة الخميني انه قاتل الشعب السوري، صورة المجرم بوتين، وصورة اللؤلؤ بشار، الاداة المنفذة لهذول المجرمين، لنوصل رسالة للعالم انه مهما حصل ومهما جرى ومهما صار لابد من اسقاط بشار، لتعود المهجرين، لترجع الناس على بيوتها، لترجع العالم على أراضيها، لا يتقدم لمحاكمة عادلة، مستمرين رغم كل شيء. جينا من مدينة إدلب لعند أهلنا بمدينة بنش نشاركهم مظاهراتهم تنشيدا للثورة، ورح نستمر بمظاهراتنا السلمية حتى إسقاط النظام. تحياتي لكم وتحياتي لبنش كلياتها.